تعتبر قضايا الطاقة على رأس الاهتمامات التي يحرص مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على تسليط الضوء عليها، وذلك لأهميتها الحيوية، لا سيما أن إنتاج النفط هو عماد وركيزة اقتصاد دولة الإمارات وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإيمانا من المركز بأهمية هذا الموضوع، فقد عقد المؤتمر 21 للطاقة تحت عنوان موقع نفط مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سوق الطاقة العالمي، جوانب الاستمرارية والتغيير، والذي انطلقت فعالياته يوم الأمس الثلاثاء واختتمت اليوم ظهرا. مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية والبحوث فيما يخص مستقبل الطاقة وتأثير التكنولوجي الحديثة على الطاقة ككل، سواء من ناحية العرض أو من ناحية الطلب، أنا أعتقد أنها يأتي في وقت نحتاجه، لأن الوقت الآن أو المنطقة تمر ب يعني ظروف سياسية واقتصادية تحتم علينا إعادة النظر في سياساتنا الخاصة بالطاقة، سواء الاستخدامات الداخلية أو التصدير أو الإنتاج. الاستفادة أنا أعتقد أنها حتكون عظيمة، يعني لأن المتداخلين والمشاركين في المؤتمر على مستوى كبير من العلم في هذا المجال والتأثير من الناحية صنع القرار. منذ عقود منفك النفط المنتج في دول مجلس التعاون الخليجي يشكل دعامة أساسية لسوق الطاقة العالمي، حيث يوفر مصدر طاقة مناسبا وموثقا به للتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. لهذه الأسباب اهتم المؤتمر بقطاع النفط في الخليج في ضوء التغييرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوستراتيجية الحادثة. كما ناقش المؤتمر الطرق التي قد تتضاءل من خلالها الأهمية النسبية لنفط دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة التطورات الأخيرة والعوامل التي تعزز أهميته.